أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أخي دائما يستهزئ بالدين وأنا أخبره بالحكم الشرعي، فصار عنده علم بهذا الفعل ولكنه لم يرتدع. السؤال: ما موقفي معه؟ هل أهجره أو أبتعد عنه أو أكفره؟ وما هو الحل معه؟ الهجر أقل شيء، لكن الواجب أنك ما تكفي الهجر، الواجب تثبت عليه الكلام هذا وترفع بشأنه إلى المسؤولين لأجل أن ينفذ فيه الحكم الشرعي. نعم.